إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Thank you.
pagi itu di lapangan ada yasinan karena kirim doa ya buat teman-teman kita yang sudah mendahului. Jawane wong Hong Kong piye